لأول مرة في سوريا مدارس بالكهوف. ها نحن في هذه المدرسة في جبل الزاوي إحدى المدارس الكهوف. وهو مين بيطلع بيعبي لي الفراغات؟ الصفوف في هذه المدارس. رفع لي رفع لي قومي يا بجوز. 4+2 سيبي لجوز دقيقة 4+2 ستي سبقوا لنا بكون جاي ممتاز. ونحن نلتقي بأحد المدرسين هذا الصف. أهلا وسهلا. أنا أريد أن أعمل. ما سبب لجوءكم إلى الكهوف في هذه المدارس؟ سبب اللجوء هو القصف العنيف المستمر بالحوامات وبالحرب على بلدة كرسوفا. بلقوا البراميل فوق رؤوس الناس على البيوت على الشارع في أي مكان بدون هوادي. اضطرينا نحن نجي على المغارات بالكهوف نعطي للطلاب دروس فيها. ما الصعوبات التي واجهتموها في هذا الصف في هذه المدارس الميدانية؟ الصورة تتكلم، يعني ايش بدي اقول لك؟ ما بعرف. الإنارة ضعيفة، المعدات بدائية وأولية، ففي معاناة كبيرة عم نعاني، بس الحمد لله يعني حسنا نجتاز شوط منيح. قمنا بتجميع الصفوف من الاول حتى الصف الرابع، تجميع الصفوف لان ما في عندنا مغارات كافيه لكل الطلاب. فقمنا بتجميع الصفوف من اول الرابع في عده مراحل. فهلا هون مثلا عندي شعبي، في كمان زميلي في جنبنا عندنا شعبي ثاني، في اماكن اخرى كمان في عندنا تجميع للطلاب. فبنعطي لكل صف حصه تقريبا، الاول حصه، الثاني حصه، الثالث حصه، والرابع حصه. شو عدد الطلاب وكثافتهم تواجدهم التزامهم؟ الالتزام جيد، الالتزام جيد، ولكن العدد طبعا معظم الاطفال نازحه، منهم نزعوا الى تركيا والى المحافظات الاخرى، وما تبقى نقوم بتعليمهم في المغارات. شو المطلوب؟ شو المعدات؟ شو النقص عنكم في هذه المدارس؟ طبعا نقص كبير، يعني نحن ساعدونا جماعه ائتلاف شباب الثوره تجهيز المغارات، تجهيز القرطاسيات والسبورات، حتى عم نطلب منهم المقاعد مشان طلابنا، هيك صعب عليهم شوي. فان شاء الله متامرين يأملون لنا هالشيء. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. نلتقى مع احد الطلاب. مين هون؟ ما شو سبب دراستكم في هذه الكهوف؟ لأن قصف هذه المدارس التي كنا نتعلم فيها. شو تطلب أنت من النظام؟ شو طلباتكم؟ أتمنى يرحل بشار عشان نرجع لمدرستنا. أشكرك عمو. مين كمان هون؟ محامي. أهلا أهلا. شو تطلب من النظام؟ بطلب من النظام انه يحل عنا، لانه قتلنا وقتل شبابنا وقتل اطفالنا. المدارس ما نوعه بيخلينا نفوت عليها، وصرنا في الكهوف صرنا نعطي دروس، وصرنا يعني ذبحنا ذبح، وبنطلب منه انه يرحل عنا. شو بتتمنى انت تصير بالمستقبل؟ بتمنى اصير دكتور. تمام ان شاء الله. توجه للصف الثاني. نرجع للدرس، خلوكم هوني. طبعا مين بتروح العمليه الثانيه؟ يلا نشوف. كيف التعليم بهاي الكهوف؟ شو الصعوبات؟ شو السبب تعليمكم هون؟ وجودكم هون شو السبب؟ والله التعليم عشنا سبقوا قصف المدارس، لان مدارس ما بقي عندنا نهائيا مدارس لحتى يروحوا الطلاب، والاهالي حتى الاهالي ما عاد يبعثوا اهالي اولادهم على المدارس بسبب القصف والقصف، ويوميا عم نطلب الشارع طيب. شو رايك انت بهالامكانيات التعليميه هاي؟ فينا نعلم اطفالنا بهاي المدارس؟ الحمد لله، نحن مثل ما الاطفال عندنا واولادنا عندنا قناعه انه بشار رح يرحل عنا، هي قناعه انه افضل من بلا، انه تعلموا شيء افضل من بلا. مو بدي انا ما نعلمهم وما يتعلموا ابدا وما يفهموا شيء، بس الحمد لله عم نعلمهم وعم يستوعبوا الحمد لله، لان عندهم قناعه انه حل بالاخير رح نرجع على مدارسنا ونصلحها اللي قصفنا اياها. شو رسالتكم للنظام السوري؟ رسالتنا للنظام
صابرين وشو ما عملوا وشو ما قصفنا وشو انكار رح نتمت لنا وبنتم صامدين ورح ننتصر بإذن الله ورح نعلم طلابنا ورح نطالع كل الأطباء ودارسي وكلياتهم بإذن الله ورح ينتصر وطننا إن شاء الله. لا تقول شو بتقولوا عمو للنظام؟ هو صاغر بينا وجاهل بس إن شاء الله نرجع. يعطيك العافية يا أنسي. طب قولي على الناس أربع ناس طب قولي على الصباح جيد. مين بدون؟ طب قولي على بدون. هي الصعوبة الصعبة جدا جدا التعليمية في إحدى قرى جبل الزاوية. نحن بقينا لخمس دقائق فقط عانينا فيها من الحرب من الأجواء الصعبة كثيرا، فما بالك بتلك الأطفال التي تعاني منذ شهور من جراء القصف ومن جراء الحرمان من أدنى مستويات المعيشة في هذا البلد، وكله بسبب القصف العنيف جدا على هذه القرى في جبل الزاوية. في جبل الزاوية كان معكم أبو ضياء الشبكي السوري للتقارير والأخبار العاجلة جبل الزاوية.